بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن فكين النملة وسرعة النملة وعجائب النمل. من عجائب عالم النمل أن فك النملة أسرع من أي حيوان آخر على وجه الأرض، فلديها سرعة هائلة جدا، وهذه الأسنان مصنوعة من مادة صلبة جدا يمكن أن تتكسر كما يتكسر الزجاج، وهذه الأسنان موجودة على الفكين ويمكن أن يصل عددها في كل فك إلى 18 سن. ومن عجائب النمل أنها سريعة جدا في انطباق فكيها، فهي تطبق هذين الفكين بسرعة تصل إلى 1000 ضعف سرعة طرفة العين، أي ثلث جزء من الملي في الثانية الواحدة، يعني أقل من ربع ثانية، يعني ثلث جزء من الملي في الثانية الواحدة. أن هذه السرعة الكبيرة في انغلاق الفكين يمكن للنملة أن تصبح قوية جدا لتقضي على فرائسها بسهولة من الحشرات الصغيرة، والله أعلم.